فيديو سريع جدا نوريكم غير البروجي ان شاء الله اللي قلنا غادي نخدموه. هو هذا، انا ديجا خدمته عاد ساديته، كنصاوب له المونتاج الفيديو ديالو. ها لي باج اندكس اي اباوت، دونك هادو هما لي باج ديالنا ديال البروجي، وهكا كيمشي لو سيت ويب. السلام عليكم متتبعي قناة عبد الانفورماتيك، عدنا بالدرس اليوم والذي هو انشاء اول موقع الكتروني خاص بنا. هذا الموقع يعني خديت واحد الصوره من الانترنت وديال واحد الموقع، وغادي نحاول ان شاء الله نطبقوا هذا الاكزرسيس هذا ونصاوبوا بحاله. بالنسبه للموقع ديالنا هو هذا، كنلاحظوا بانه الديزاين ديالو يعني شويه مودرن. عنده مثلا هنا واحد اللوغو، واحد النافيغاسيون، المنيو ديال النافيغاسيون، اذا هادشي هذا كامل كيتسمى الهيدر. هنا واحد باغ اكزومبل يقدر يكون هنا دي سلايد، هنا عندنا نيوزليتر، وهنا عندنا مثلا دي زارتيكل، نقدروا نكتبوا دي زارتيكل اي الفوتر. دونك هاد التقسيم هذا ان شاء الله غادي نخدموه بال HTML 5 اس سي اس اس سي اس اس 3. دونك كنا شفنا سي اس اس سامبل و HTML سامبل، دابا نشوفو HTML 5 شويه غادي نقربو من لي نونسيون ديالو، و سي اس اس 3 باش ما يبقاوش عندنا مبهومين وما عارفينهمش. دونك الباج ويب ديالنا هو هذا، غادي يكون فيرسيون تليفون هي هادي. كنلاحظوا بانه داكشي كيكون ريسبونسيف، يعني في الفيرسيون تليفون شوف كيفاش كيبان، وفي فيرسيون بي سي كيبان هكا. اذا باش نبداو الباج ويب، باش نبداو البروجي ديالنا، اولا خصنا نكريو واحد نوفو دوسي ونسميوه، انا ديجا مكرييه ولكن نعاودو معاكم، نسميوه بروجي، نسميوه مثلا ويب. اذا هذا هو الدوسي ديالي، غندخل الدوسي ندير واحد نوفو دوسي غادي نسميه اي ام جي، غادي نحط فيه لي زيماج، و نوفو دوسي غادي نسميه سي اس اس. دونك هنا يكون عندي ستايل ديالي سي اس اس، وهنا يكون عندي لي زيماج. غنمشي غادي نلونسي نوت باد، دونك ساشون باننا غنعاودو فيشي نوفو، دائما نيو هي نوفو. دونك ندير واحد بوان ونديرو كونترول اس، كيعطينا نسجلوه في البيرو، غادي نسجلوه في الدوسي اللي هو ديالنا ويب. غادي نسجلوه هنايا يعني نسميوه اندكس حل دائما بوان اش تي ام ال. اذا غنسجلو هنا باردون، دونك هنا خصنا نختارو لاش تي ام ال اكستنسيون اوتوماتيكمون تجي بوان اش تي ام ال انريجستري. ابخي نديرو ما تسجلش بوان اش تي ام ال، دونك سوبريمي وي، نعاودو كونترول ان بوان كونترول اس، هنا نسميوه اش تي ام ال، غادي نحطوه في الدوسي ديالنا اللي هو ويب. دونك اندكس هنا عندنا بوان HTML انريجستري، سي بون دابا راه بوان HTML. خصنا الفيشي ديالنا بوان CSS، اذا غنجيو اولا كونترول ان نيو، نديرو فيه مثلا واحد بوان اي كونترول اس. دائما غنقلبو في الدوسي ديال الويب ديالنا، هنا ويب، اذا نحطوه في CSS، دوسي CSS، نسميوه ستايل بوان CSS اي انريجستري. دونك هو هذا الستايل ديالنا، ما نخدموش فيه دابا، نرجعو نخدمو في الاندكس. باش ندير واحد الاطلالة على ال HTML 5، كلا جينا لهنا للسيت W3 سكول، كنلاحظو هنا بأن الباج ويب ديالنا كيقسمها لدي باليز عنده هو ديجا بخي ديفيني، بحال دابا الهيدر، لا نافيغاسيون، لي سيكسيون. دونك لي سيكسيون هنايا غنشوفو كيفاش غنخدمو بيهم على حساب الفورما ديال لاباج ويب ديالنا. ها لحساب الفورما ديال لاباج ويب، مثلا في هاد لوكا عندنا حنايا الهيدر،
الهيدر عندنا هو هذا، دونك هو هذا الهيدر. بالنسبه للنافيغاسيون هي هذه، غير جاتنا في نفس ما جاتش سيباري، جات في نفس اللين. هنا هنا سيكسيون مثلا انسايد، هنا الا كانت شي حاجه ما عندناش واحد المنيو اللي هو في الدغوه، وهنا لي زارتيكل، هنا الفوتر. اذا غادي نخدمو ان شاء الله، نخدمو بهاد لي باليز هادو. اذا نبداو على بركه الله في الكود ديالنا، ونبداو دائما بالاندكس، ونحطو دائما في المخيله ديالنا هاد لي زيليمون. خصنا نشوفو مثلا هاد الموقع هذا، باش ناخدو منه غير لي باراغراف، ناخدو منه دي باراغراف. فاش غنبغيو نديرو كوبي كولي شي باراغراف مثلا نخدمو بها، سي بون. دونك هاد الارتيكل هذا نحتفظو به حتى نبقاو نديرو منه كوبي كولي. بحال اللي قلت لكم، نبداو ان شاء الله لي باج ويب ديالنا. و دونك لي باج ويب اللي كنا ديجا خدمنا هنايا، غادي نديرو كوبي كونترول سي كونترول في ديال لي تي بي اللي فاتو. اذا عندنا هنايا الهيد مزيان، الميتا ديسكريبسيون، دونك نزيدو هاد الميتا ديسكريبسيون، لو تيتر ما بروميير باج تخليوها، هنايا اللينك هنا فين كنديرو لابيل لهداك الفيشي، هداك الفيشي سي اس اس اللي عندنا. اذا فين كاين في الدوسيي سي اس اس في ستايل بوان سي اس اس. دونك الهيد بحال اللي كنا كيكون فيها الميتا تيتر اي لينك. دونك الميتا كاين بزاف ديال، دونك ما حتستعملوهمش هنا. كاين الميتا ديسكريبسيون، كي وورد بالنسبه للغوشيرش، يعني باش كنطلعوا في لي موك اللي كنخدموهم باش كنطلعوا في جوجل في الانترنت. دونك هذاك الشيء نخليوه دابا. نبداو ان شاء الله بالبادي. اذا البادي شنو كنلاحظوا هنا، عندنا البادي هي هذه. اول باليز بديناها وصل البادي هي الهيدر. اذا هذا الهيدر الا جينا نشوفو ليماج شنو فيه، اذا الهيدر عندنا فيه الكونتنر، عندنا واحد الكونتنر، و عندنا واحد الكونتنر فيه البراندينغ هو هذا، هما هاد لي تيكست اللي عندنا هنايا، هو اش ان اللي هنا. اذا ديف مفتوحه هنا ومسدوده هنا. وعندنا لا نافيغاسيون، لا نافيغاسيون هي هاد لي مونيو اللي كاينين هنا. كتبدا لي مونيو كنعطيهم واحد، دائما كنعطيهم لي يو ال بحال لي بيس اي لي نيميرو، ولكن هذيك لي بيس ولي نيميرو كنبدلو لهم الفورما ديالهم في ستايل سي اس اس باش كنحصلوا على هاد المونيو هذا بهاد الطريقه هادي. اذا كنديروا يو ال وكنسدوا يو ال هنا كنبداو ال اي هي اندكس سميتها نورمالمون هما عندهم هنا هوم، انا نسميها اندكس اباوت اي سيرفيس. دونك هادو هما الاسماء ديال لي باج ويب اللي غادي يكونوا عندي في نفس الدوسي مع اندكس. يعني فاش نكربت نبرك على اباوت خصو يديني الاباوت بوان اش تي ام ال، فاش نكون في اباوت ونبرك على اندكس خصو يديني الاندكس بوان اش تي ام ال. وهكا كتكون لا نافيغاسيون بالتبادل بيناتهم، والبروجي ديالنا كيمشي مزيان. دونك بحال اللي قلنا ال اي ال كتسد هنا، اي نافيغاسيون كنسدوها هنايا، يعني سالينا هاد الكوتي ديال نافيغاسيون. كنسدو لو ديف اللي فيه هاد الكونتنر كامل ديال الهيدر. اذا واخا ديفينينا هيدر ولكن حطيناها في وسط ديف، يعني هيدر هذا كامل وهذا كامل في وسط واحد ديف وحده اخرى، هذا في وسط ديف اللي هي براندينغ، وهذا في وسط واحد ديف اللي هي دو تيب نافيغاسيون اللي هي نافيغاسيون. الا جينا كليكينا هنا كنلقاو هادشي هذا غادي اونشيني، يعني الهيدر كتغاسومبلي هادشي كامل، هادي كتغاسومبلي هادشي كامل، ديف كتغاسومبلي على لي زيليمون ديالها، ونافيغاسيون كتغاسومبلي غير لي زيليمون ديالها. هذا هو التناسق في ال HTML. اذا غادي ندوزو باش غادي نديفينيو، نحطو ليماج هنايا حتى هنا، نحاولو نحطو البروجي ديالنا هنا باش تكون عندنا واحد النظره لهذا الشيء اللي كنخدمو هنا. اذا نكملو لي باج ويب ديالنا.
دونك شنو بقى لنا؟ بقى لنا هذه غنسميوها حنايا، غناخدوها دو تيب سيكسيون. اذا غنديفينيو سيكسيون، نعطيها واحد الاي دي مثلا، اي دي نيوزليتر. دونك نسميوها مثلا هذه شو كيز، نسميوها شو كيز. اي غادي نسدو، ضروري كنسدو السيكسيون ديريكتومون من بعد ملي كنفتحوها، عاد كنجيو وكنخدمو وسط منها. واخا هاد السيكسيون هادي شنو فيها؟ ضروري بعدا نعطيو واحد ديف. واخا عندنا سيكسيون اللي هي في الاصل نقدر نقولو بان واحد النوع ديال لي ديف، ولكن نقولو نديفيني واحد ديف فيها اللي كتجمع هادوك لي زيليمون اللي كيكونوا وسط منها. اذا نسميوها ديف كلاس ايغال كونتنر، كونت دونك بحال هاد لو نو كونتنر. اي نسدو هنا بحال يقول دائما نسدو لو ديف ديالنا. اي كنرجعو، شنو كاين في وسط هاد لو ديف؟ كاين واحد لو تيتر كبير تما اللي هو افوردابل بروفيسيونيل ويب سايت. حنا هذاك لو تيتر نعطيوه مثلا بحال اللي قلنا اش ان، كيكون دائما فيه اكبر سايز ديال لي فونت اللي كان ديال الكتابه اللي كنكتبو. اذا هنايا في وسط هاد اش ان غنجيو هنا مثلا ناخدو مثلا هاد الكتابه هادي. اي غندير هنا كونترول في روتور لا لين. شنو كاين واحد ليكريتور اللي هي صغيره تما، هذه كنخدموا بها، نخدموها في باراغراف بي، ودائما كنسدو بي ديالنا. اي عاد كنجيو كناخذوا مثلا واحد لو تيكست من لهنا وكنكتبوه تما كنترول سي، اي كنجيو كنترول في سي بون حتى لهنا مزيان كنظن. دونك شنو باقي لنا هنا خصنا نديرو؟ سي بون دونك هنا غنسدو لو ديف ديالنا، هنا سدينا ديف سيكسيون صافي سديناها. اذا سالينا مع هاد لابارتي هادي ديال السيكسيون ديال هاد لي زيليمون اللي كاينين هنايا. غندوزو لوطخ سيكسيون، نديرو كوبي كولي باش نسهلو شويه علينا الخدمه. سيكسيون غنسميوها نيوز لي تر، نيوزليتر دائما حتى هي كاينه في الكونتينر. دونك في هاد النيوزليتر نورمالمون شنو كاين عندنا هنا؟ كاين عندنا هنا واحد الفورم، فورم يعني واحد الخانات ولا واحد فورميلر كنسيزيو فيها دي فالور وكنصيفطيهم لشي بلاصه. دونك هنا النيوزليتر طبيعي بحال هما اللي باش كتبقى توصل بالجديد ديال هاد الموقع هذا. غادي نبداو نسيزيو في هاد لي فورم ديالنا. اذا في هاد غنديرو هنايا غنديفينيو لي فورم ديالنا. دونك في هاد لي فورم دائما كنبداو الفورم كنديكلاريو فورم، اي نسدو لا فورم ديالنا. شنو كاين عندنا هنا؟ كاين عندنا واحد كاين عندنا واحد الانبوت تايب اللي هو دو تيب مايل. هنا فين هنا فين غادي ندخلو الايميل ديالنا، ولكن قبل راه عندنا واحد لو تيتر هنايا. اذا هاد لو تيتر هذا شنو غنسميوه؟ غنعطيوه واحد الاش، غنعطيوه واحد الاش ان. اذا قبل من لا فورم اش ان غنديرو له مثلا سبسكرايب تو اور نيوز لي نيوز ليتر. هنا كنسدو لا اش ان ديالنا اي اون كومونس. ابخي عندنا الفورم سي بون مزيان. اذا هاد الفورم هادي شنو كاين؟ كاين فيها واحد الانبوت وكنديفينيو لو تيب ديالو اللي هو دو تيب ايميل. علاش؟ باش كيديتيكتي لي زيرور من بعد الا كاين شي
ايميل دخلناه بالغلط، يعني ما كيصيفطناش الايميل. وكاين واحد باش كنخليو لا فالور اللي كتكون فيها مثلا هذيك اونتري مايل، دونك كنستخدموا واحد الكوموند اللي هي بليس اور ديل ايغال هنا اونتري ايميل، اي كنسدو لو انبوت ديالنا. دونك حتى لهاد ليطاب هادي جو بونس بيان. ابري كنزيدو واحد البوطون اللي هو دو تيب سبمايت. هاد سبمايت يعني باش كيصيفط لنا الفورمولير سبمايت. ابري هاد البوطون هذا خصنا نعطيوه واحد الكولور واحد ستايل، اذا شنو كنسميوه؟ كنسميوه مثلا كلاس ايغال بوطون 1 بوطون 1 اي ابري كنسدو هاد لا كولاد. اذا هاد البوطون هذا شنو فيه؟ غيكون فيه مثلا سبسكرايب اي كنسدو لو بوطون ديالنا. اذا بهذه الطريقه كملنا لا سيكسيون ديال هاد لا سيكسيون هادي. ابري كندوزو لوتر سيكسيون اللي هي لي بوكس. دونك هاد لي بوكس هادو عندنا 3 بوكس هنايا، غادي نبداوهم ان شاء الله حتى هما نديفينيوهم. اذا راك تلاحظوا هاد الميثود ديال السيكسيون كتكون افيكاس. كنترول سي كنترول في ونحيدوا هاد الشيء هذا، نخليو الكونتينر. ابري هاد السيكسيون هادي غادي نسميوها بوكسز. اذا في هاد السيكسيون هادي ديال بوكسز عندنا 3 بوكس، اذا خصنا 3 ديف ونسميوهم في وسط هاد الكونتينر هذا. غادي نديفينيو 3 زوتر ديف، مثلا نجيو لهنا نديرو كونترول سي كونترول في اي، غنسدو هنايا لو ديف ديالنا. دونك هادي نسميوها مثلا غير بوكس، بلا ما نديرو 1 و 2 و 3 هو اوتوماتيكمون غادي يديبلاصيهم حتى بعضياتهم. دونك نكملو البوكس الاولى، غادي نديرو ليها كوبي كولي. اذا في هاد البوكس هادي عندنا واحد ليماج اي ام جي، انا غنكتب بعد الكوموند وعاد نشوفو السورس او نشوفو ليماج من نتيليشارجيوها باش نخدمو بها. دونك الايماج عندي هادشي هذا في الدوسي ديالي اللي هو سميتو اي ام جي، وغادي نسميها مثلا ايماج 1. انا نسميها بهذه الطريقه هادي بوان بي ان جي، ايماج 1 بوان بي ان جي. كنجي هنا كنسد ليماج ديالي. مور ليماج شنو كاين؟ كاين واحد لو تكست مثلا هنا، هاد اتش تي ام ال 5 مارك اب. اذا كنجي لهنا وكنديفينيه، هو غيكون هو اتش 3. كنلاحظوا كنلعب هنايا في لي سايز ديال الكتابه ديالي ديال اتش تي ام ال. اذا غيكون هنا عندي مثلا اتش تي ام ال 5 مارك اب. دونك من بعد هاد المارك اب كيجي عندي واحد لو تيكست، واحد الكتابه هنايا غادي نسميها، غادي ناخذها كوم باراغراف اي. نجي لهنا دائما ندير كوبي لشي كتابه مثلا قد هكا باش تجينا كومباتيبل، غادي نرجع ونكوليها هنايا. اذا هاد البوكس هادي اللي صاوبت هنا، دونك شنو باقي لي؟ خصني نورمالمون صافي سديت لو ديف ديالي. اذا هاد البوكس غادي نكوبيها، ندير لا كوبي وغادي نكوليها جوج المرات، سي ماشي مشكل الكتابه تعاود. حنا خصنا غير اكزامبل، مثلا نديرو هنايا غير سي اس اس 3، هنا جرافيك مثلا
غرافيك حتى لهنا مزيان. اذا غنبدل هاد ليماج هادي، غندير لابيل واحد ليماج دو، وهادي انت ملي انت ريشارجي نسميها ايماج 3. دونك خصنا دابا نتيستيو هادشي ديالنا. دونك انا غنوقف الفيديو، غادي نتيليشارجي لي زيماج ونحطهم عندي عاد نرجع اخرين. اذا ملي تيليشارجينا لي زيماج ديالنا رجعنا، اذا لي زيماج ها هما هنا، غادي نخليهم لكم باش بلا ما تعذبوا تيليشارجيوهم. الكود ديالنا هو هذا. اذا دابا غادي نتيستيو نشوفوا هادشي اللي كنخدموا فين وصلنا فيه. اغرونديو، اذا هادو هما لي تيتخ اللي كتبنا. دونك هادشي كيكون باقي كامل باغ ديفو. هادو هما لي زيماج، نحاول نصغر لافيشا شويه باش يبانو. هادو هما لي زيماج لي تيليشارجينا. طبيعة الحال فاش غنبغيو نخدموهم ونحطوهم في بلاصتهم، فحنايا غادي نقادوهم ب سي اس اس. اذا هادي كتسمى الماده الخام ديال البروجي ديالنا. رجعوا الكود ريدويريو هادشي، نطلعوا ليماج باش نكملوا البروجي ديالنا. اذا شنو بقى لنا دابا؟ ابري ليماج بقى لنا هاد الفوتر. اذا الفوتر كنجيو كنديفينيو هنا، من بعد السيكسيون ديال كنديفينيو فوتر اي، كنسدو هنايا فوتر. دونك بحال دائما بحال اللي قلنا، الفوتر هنايا عندنا غير دي تكست. اذا نقدروا نستعملوا مثلا بي باراغراف، بي او نجيو لهنا نكتبو، ناخدو مثلا هاد لو تكست، ناخدو هاد لو تكست ونجيو نكوبيو هنا. كيبقى مثلا هذيك الاغوباسك الكود ديالها باش تكتب لنا باش نقدروا نافيشيوها، كنديروا مثلا كنديروا كوبي اي بوان فيرغول. بهذه الطريقه هذه كيعرفها بانها كاركتر، خصو يقلب على الكود اسكي ديالها وعاد يافيشيها. نديروا مثلا هنا 2017. نجيو ناكتواليزيو لا باج ويب. دونك هذا هو الفوتر ديالنا. الان غادي ندوزو ليطاب ديال السي اس اس. اذا قبل ما ندوزو السي اس اس نحيدو هاد السيكسيون من هنا باش نسدو لا سيكسيون اللي كانوا فيها دوك لي بوكس. ابري الفوتر كيجينا هنا، نمشيو كونترول اس سجلو هادشي وندوزو السي اس اس ديالنا. السي اس اس اول باليز دائما كنديفينيو هي البادي، او اول ستايل ديالنا كنديفينيو هو البادي. اذا البادي كنديفينيو فيه نورمالمون في الاول الفونت، النوع ديال الخط اللي غادي يبقى يافيش لنا في كل كتابه غنبغيو نكتبوها في لو سيت ديالنا. اذا الفونت غنديرو لاطاي ديالها تكون 15 بيكس، يعني هذا الخط العادي ماشي اللي كيكون محسوب على الاش 1 ولا الاش 3 اكسيتيرا، يكون دو تيب اريال اي فيرغول. دونك نديرو هاد الخط مثلا غاليبري. دونك نديرو الصون، نحاولو ديك لي سيرفي، نديرو الصون سيرفي. قلنا لي سيرفي هما ديك الحروف كيزيد ليهم صون سي غيف، هادوك لي الحروف كيزيد ليهم واحد الخاصيه في لي كوان ديالهم، نحيدوها. دونك هنايا البادينغ، شنو كنقولو هنايا بالبادينغ؟ بان لي زيليمون لي غادي يكونوا في البادي ما غيكونوش بعاد على 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 المحيط ديال الموقع ديالنا. يعني ماشي غيكونوا مثلا في النافيغاتور غيكونوا بعيد شي شويه عاد كيبان لو سيت، لا غيكون اوتوماتيكمون لاصق فيه. اذا كنديروا هنايا دو بوين زيرو نورمالمون خصنا نديرو زيرو بيكسل، ولكن باغ ديفو ماشي مشكل. هنا كتجي باك جراوند اشنو خصنا نديرو؟ باك جراوند كولور. هنا الباك جراوند كولور مثلا غادي نختارو واحد الكولور، نمشيو لواحد الموقع اللي هو
HTML HTML color. هنا في HTML color ماشي مشكل، خديناه من نفس لو سيت. خصنا بهذه الطريقة هذه، وهنا كيعطينا ديغرادي. دونك ناخذ هذا الكولور هذا كونترول سي، ونجي كنحطو هنايا كونترول في، وكندير بوان فيركول. اذا هنايا حددت البادي ديالي. دونك مور البادي كنخدم هذاك الكونتنر. شنو هو الكونتنر؟ كونتنر هو اللي كتهز لنا هذاك المحتوى، محتوى ديال اي حاجه في الموقع ديالي. عندي مثلا هذه السكسيون ديال هاد لو تيكست هذا اللي هنايا، والباك جراوند ديال هاد ليماج اللي كاينه هنا. اذا هذه كنلاحظوا بانها راها ماشي واصله لهنا، كتبدا من هنا، لا راه واخده واحد غير واحد النسبه مئويه من هاد لا سيكسيون هذه. شحال هاد النسبه مئويه؟ 80%. كذلك هنا راه واخده غير 80% من هاد الشيء هذا كامل، وهنا واخده غير 80% من هاد الشيء هذا كامل اللي هنايا. اذا كنجي كنديروا له نخدموه، قلنا دائما لا درنا بوان ودرنا كونتنر نورمالمون خصو يطلعو نار. اذا درنا بهذه الطريقه هذه وما درناش لو دياز، اذا في لابيل خصنا نخدمو بحال اللي خدم، خصنا نخدمو بالكلاس بحال اللي عندنا في البروجي ديالنا. ابخي كنجيو كنديرو نديفينيو لو وايد، لو وايد بحال اللي قلنا 80% بوان فيرغول. اي خصنا لا مارج، المارجين، لا مارج، لا مارج غيكون نخليوه اوتو. شنو هو لا مارج؟ لا مارج يعني المساحة بينه وبين العناصر الأخرى. بحال دابا هاد السيكسيون هادي، هاد الكونتنر عندنا في وسط السيكسيون، إذا خصنا المساحة ما بين الكونتنر و السيكسيون شحال بعاد على بعضياتهم. هي اوتوماتيكمون السيكسيون كتكون عندها في HTML5 كيكون ديجا ديفيني ليها واحد الفرق ما بينها وبين العناصر، بين السيكسيون اللي موراها ولا النافيغاسيون اللي موراها ولا اي حاجه موراها اولا فوق منها ولا في الجناب ديالها. اذا كنخليو لا سيكسيون هي اللي ديفيني لنا ديك البعد ديال العناصر مع بعضياتهم. اذا نديرو باش نخليو هاد ديفيني هي، كنديرو هنا اوتو يعني اوتوماتيك. نديروها هنايا اوفر فلو. هاد الاوفر فلو كتفيدنا بان الاسباس اللي كياخد هاد الشيء كامل كيكون هيدن، يعني الاوفر فلو ديالها كاين باين، ما يكون ما تكونش مثلا العيته لهنا ليميتي، او لا جات مثلا هاد السيكسيون هادي الا كانت عطيناها مساحه صغيره تجي دحسها هنايا، لا كتاخد هي الاسباس كامل. هذا هو المعنى ديال هيدن اي بوان فيرغول. دونك حتى لهاد ليطاب هادي راحنا ديفينينا الكونتنر اي البادي. ندوزو للهيدر. الهيدر هو هذا اللي هنا، ديفينيو له حتى هو الستايل ديالو. نديرو كابي هادشي كولي، نجيو نكتبو هنايا هيدر، نحيدو واخا ماشي مشكل، نخليو هاد ولا نحيدو من الاحسن، نعاودو نكتبو من الاول. اذا خصنا باك جراوند، لا درنا غير باك جراوند بحال اللي درنا باك جراوند كولور. علاش؟ حيت البادي خصنا نحددو اش من نوع ديال الباك جراوند، واش كولور او لا ايماج. هنا الباك جراوند ديال الهيدر ناخدو واحد شي لون مغلوق شي شويه بحال اللي دايرين هما. نجيو لهنا ولا لهذا، ناخدو هاد كولور مثلا ولا هذا، كونترول سي و كنعطيه كونترول في اي بوان فيرغول. من بعد خصنا الكولور، يعني شنو هو الكولور ديال الكتابه اللي كتكون مكتوبه فيه. الكتابه اللي مكتوبه عندنا هنايا، هنا بار ديفون الكتابه اللي مكتوبه عندنا بالبيض. اذا غندير له بيض، غنجي هنا ندير كولور دو بوان، نعطيه دياز دياز اف 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 6 ديال اف اف. لا بغينا الكحل كيكون دياز 0000000 6 ديال لي زيرو. دونك عندنا هنايا البادينغ
غنخدمو هنا البادينغ توب. البادينغ توب علاش؟ حيت هاد الكتابه هادي هادشي كامل اللي هنايا في هاد الهيدر هذا راه بعيد واحد 30 بيكسل تقريبا، غنقدروها حنايا 30 بيكسل على الفوق ديال لاباج ويب ديالنا. اذا كنديرو بوين فيرغول اي كنديفينيو 30 بيكسل بوين فيرغول. ابري المينيموم ديال الهايد علاش؟ حيت في لا فيرسيون ويب ولا فيرسيون طابل فيرسيون بي سي فيرسيون طابليت فيرسيون تيليفون خصنا واحد الهايد، نديفيني واحد الهايد. دونك هنا كنقول له او مينيموم، او مينيموم هاد الهيدر هادي كامله دوك الطول ديالها او مينيموم خصها تكون فيها 70 بيكسل. او مينيموم خصها تكون فيها 70 ديال لي بيكسل. اذا نديرو من هايد دو بوان اي كنديرو 70 بيكسل هنايا اي بوان فيرغول. ابخي عندنا هنايا بوردر، دونك لا بوردور. البوردور شنو هو؟ هو هذا المحيط اللي كيكون كيحيط اولا الكادر اللي كيكون كيحيط بالهيدر ديالنا. اذا في هذا البوردور هذا غنختاروا واحد البوردور. غير كنلاحظوا هنايا بان البوردور كاين هاد السطر هنا كيفرق بيناتهم. اذا غنديروا بوردور غير بوتوم، يعني غير البوردور ديال التحت، الفوق ما غاديش نديروا البوردور. غنديروا هنايا راه كنحاول نزرب باش الفيديو ما يطوالش بزاف. ابري دو بوان شنو غنعطيه؟ واحد الكولور عطاوه هما بالتقريبا الاورانج، حتى حنا ما نخرجوش من القاعده ديالهم ونعطيه حتى هنا اورانج. ولكن شنو غيكون العرض ديالو ولا السمك ديالو؟ 3 بيكسل اي لو تيب ديالو سوليد. رجعوا للكور ديال اتش تي ام ال عاد تشوفوا الفرق ما بين لي سوليد اي لي زوتر تيب ديال البوردور. اوتوماتيكمون بار ديفو كنستعملوه سوليد. الا بغينا نستعملو ديك اللي مقطعين في دي سيت مثلا اللي كيقدموا فورماسيون في لي لونغاج وكذا، عاد كنديروهم كيكونوا كوم كوا بانه اللي وسط منهم راه كود. هنا كنكونوا سالينا الهيدر ديالنا كونترول اس اي ابري اي كنكومونسيو. ابري شنو عندنا؟ الهيدر كنديفينيو فيها هاد الهيدر هادي عندنا فيها لي ليان، عندنا فيها شي حاجه كنكليكيو عليها. اذا هاد لي ليان هادو كنديفينيو الستايل ديالهم. كنجيو كنديرو هيدر كنحيدو هاد ا بحال اللي قلنا لي تيب اولا لي ميثود لي زوتر ميثود اللي كنديرو لابيل لهاد لي كلاس. باردون دونك تجي من هنا هيدر لي هيبر ليان ديالها. دونك هادوك لي هيبر ليان ديالها شنو الكولور اللي غادي يكون فيهم اولا الكولور لا تاي اكسيتيرا. اذا غيكون كوم كولور، نخليو هاد الكولور هذا بار ديفو. علاش؟ حيت مثلا هنا عندنا كتابه وعندنا هنايا واحد ليكريتور وحده اخرى. هنا عندنا لي ايبر ليان، عندنا اندكس بوان اتش تي ام ال اباوت اي سيرفيس. ابري كندير واحد التكست ديكوراسيون، تكست ديكوراسيون دو بوان. اذا هاد التكست ديكوراسيون علاش؟ حيت هاد لي ليان هادو غادي يجيو بالزرق ومسطر تحت منهم اوتوماتيكمون كيعطيهم لاش تي ام ال. هكا غادي نقولو بانه لا سيدي ما ديرليش هاد الزواق هذا، ندير لهم نون. نكمل، عندنا تكست ترانسفورم. اذا لو تكست ترانسفورم شنو هو؟ هو غنرجع هذاك الشيء كامل اللي كيكون مكتوب تما او ماجيسكول، واخا هو مكتوب او مينيسكول ولكن انفورسي عليه باش يافيشيه لي اون 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 ماجيسكول. عندنا هنا ترانسفورم غير اون فوا كندير دو بوان كندير او بي بي كيعطيني هنا لي شوا. غندير ابر كيس اي بوان فيرغول. دونك من بعد غنديفيني واحد الفونت سايز، فونت اي سايز دو بوان، غنعطيها مثلا 6 ديال البيكسل نورمالمون. لا نورمالمون شحال نقدر نعطيوها هنايا؟ الخط كبير شي شويه، دوك نعطيوها سايز نزيدو لها واحد. اذا بهذه الطريقه هذه كنكونو كملنا الهيدر.
لجينا لاباج ويب ديالنا ودرنا اكتواليزي، فغنلقاو الريزولتا هي هادي. اكتواليزي دونك هادي هي الريزولتا ديالنا، البوردير بوتون، الباك جراوند، هاد الكتابة تقدس مزيان، الباك جراوند ديال الكولور ديال السيت ديالنا كامل. دونك سي بون جو بونس هذا هو لو سيت ديالنا. لاحظوا هذاك البادينغ اللي كنا درنا، كنا ديفينينا واحد البادينغ. دونك لاحظوا بان لاباج ويب ديالنا كتجي مقسمه مزيان، وحتى في فيرسيون تيليفون ان شاء الله ملي نتيستيوها كتجي كومباتيبل. دابا نورمالمون خصنا نزيدو نديفينيو هاد لي ليان ديالنا هادو، نخدمو عليهم مزيان. نمشيو للسيت ديالنا. دونك شنو خصو يبقى يبان؟ خصو اولا يجيو في سطر واحد. اول ايطاب عندنا هو خصو يجيو في سطر واحد، ونحيدو لهم داك الستايل ديالهم. اذا شنو نجيو نديرو؟ نديرو هيدر، الهايدر ديالنا كونترول في، وغادي نديفينيو هنايا شنو نقولو اليو ال اللي كاين في هذاك الهيدر. هنا يحيدوا داك البوان ديال الهيدر، حيت فاش تيست عطاني واحد ليرور انا حيدته. اذا هاد الاي ال هادي اول حاجه كنعطيها لا مارش. هاد اي ال ما يكونش عندها لا مارش، اذا نجي للمارجين دو بوان ندير لها 0 بوان فيرغول كوبي، اي غادي نجي لهنا وغادي نعطيها مارجين، ونعطيها حتى البادينغ. دونك هادو كيمشيو مع بعضياتهم لا مارج والبادينغ، دائما حاولوا تبقاو تخدموا بهم. دونك كنجي كنتيستي لاباج ويب ديالي، هادي هي الريزولتا. ولكن باقي خصني ندير لهم واحد القضيه بانهم يبانو في لين وحده. اذا كنرجع لوكو الكود ديالي سي اس اس كوبي، ديفينيت الاي ال، ولكن باقي لي الاي ال. الاي ال شنو غنقولو فيها؟ غنقولو بانه لا لينيومون ديالهم فين خصهم يكونوا، غنقولو بانهم يكونوا ليفت. اذا غنجيو الفلوت، فلوت دو بوان ليفت بوان فيرغول، اي ابخي ديسبلاي. كيفاش خصني يبانوني هادو؟ خصو يبانوني في لين وحده. اذا ندير دو بوان هنايا، ندير in line point virgule après le padding. دونك لا ركزنا هنايا شي شويه. بالنسبه للبادينغ ديالهم فحنايا غادي نعطيهم 20 بيكسل. قلنا اوتوماتيكمون كيكون الهو دغوات غوش والبا، يعني في 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 الدغوات وفي الغوش ما غيكونش شي الينيومون بيناتهم. اولا من الاحسن نتيستيو. اذا نجيو نديرو بادينغ، بادينغ اوتوماتيكمون كنجيو كنكتبوهم كاملين. غتكون عندنا 0 20 بيكسل، 0 اي 20 بيكسل بوان فيرغول. نجيو لو سيت ديالنا وغادي نتيستيو ونشوفو واش درنا اونغوجيستري سو. وي درناها. دونك سمحوا لي هنايا ال اي اي اكتواليزي. دونك لاحظوا هذه هي الريزلت ديالنا. مثلا الى جينا لهنا وشونجينا، درنا مثلا هنايا 10 بيكسل، اي غادي نجيو ونتيستيو، فكنلاحظوا بانه هاد الاولى كتعني لو هو. اذا من الفوق ما غاديش يكونوا بعاد على بعض. اذا من الفوق ومن التحت هنا لو هو دغوات، لو با اي لو غوش. دونك 20 بيكسل يعني خصنا نعطيهم كبعد 20 بيكسل. دونك هادشي اللي كاين في 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 هاد في هاد لي ال اي اي اون كومونس. اذا بقاتنا بانه هاد كنا سمينا هاد ليليمون هذا، دابا غنخدمو عليه. كنا سميناه ل البرايندينغ. اذا غنجيو لهنا نديرو له كوبي وغادي نخدمو له حتى هو الكود ديالو. اذا حنا باقين دائما في الهيدر. الهيدر ناخدو شنو فيه؟ ناخدو الاي دي ديال البرايندينغ وغادي نخدمو عليها. اذا هاد البرايدين غتكون عندها كوم مارجين
دو بوان تكون زيرو بيكسل. اي ابخي البريندينغ اش ان ديالها، دونك البريندينغ دونك مزيان نديرو كابي هنايا هنا غادي نكتبو الاش ان بالنسبة لي زيليمون اش ان اللي فيها. كنلاحظو باننا كلاس بير اي كلاس اونفون هو بيدو بير لهاد الاش ان اللي هي كلاس اونفون. دونك هاديك شوية لا نوسيون ديال كي ايريتيو لي ستايل اولا من بعضياتهم. اذا هاد البراوندينغ هنايا باش نرجعوها باش نخليوها هنايا في الليفت نديرو لها float دو بوان ليفت بوان فيرغول اي لا مارش كتبقى اوتوماتيكمون. اذا بقى لنا شنو بقى لنا ناف نافيغاسيون خصنا تكون فين خصنا تكون في رايت. نجيو لهنا نديرو ناف. علاش ناف ما كنديرولهاش دياز؟ حيت هي اصلا ديفيني كوم باليز باليز في الاش تي ام ال 5. دونك هذا اللي كتبناه حنايا بيرسونيل ديالنا هو اللي كنديرو له دياز. نديرو هنايا نديرو رايت اي غادي نجيو ناكتواليزيو لا باج ويب ديالنا. اذا كنلاحظو بانهم هما تقدوا في بلايصهم. اون كومونس بقى لنا حنايا خصنا هاد ا سي ام او جينا كولوري بحال هادي وخصنا نلعبو شويه على لا مارج والوايد على المارجين ديال هاد لي زينيمون اللي كاينين هنايا. اذا نمشيو غادي نموديفيو شويه في لا مارج ديال هاد نافيغاسيون. اذا نديرو لها مارجين توب مارجين توب دو بوان دي بيكسل و نتيستيو. الى لاحظنا هنا واحد الحاجه خصنا نرجعوا لهاد هادي خصنا من الاحسن ديفينيو نحطوها ما بين اونتر سبان. اذا نمشيو الكود ديال البارتي ديالنا ال اتش تي ام ال وغادي نجيو هنا وغادي نحطوها اونتر سبان. فين هي؟ اذا نديفينيو هنا واحد سبان اي فيرمي سبان اونتر هاد سبان. هنا غادي نديرو كلاس ايغال نسميوها مثلا تكست كولور نسميوها مثلا تكست كولور. اذا اوتوماتيك مو باش نسميوها تكست كولور خصنا نجيو ونديرو لها لابيل. اذا نكوبيها ونخليها عندي هنايا حتى نخدم بها. اذا نجيو وغادي نديفينيو واحد الهيدر هنا الهيدر شنو نحتاجو فيها؟ نحتاجو بوان كلاس ديال تكست كولور بوان فيرغول هيدر بوان نديرو كورون يعني ليليمون courant de type A. غادي نجيو غادي نعطي ديليمون كورون ديال تكست كولور. اول اليمون اللي مثلا كتابه اللي كاين ما بين تكست كولور اللي كاين ما بين هذاك سبان وحنا كاين هاد ACME. اذا غادي نجيو هنا نقول له بانه كولور ديالو من الاحسن يكون نفس الكولور اللي عندنا في هاد لو تري هذا. اذا قلنا تقريبا هو هذا لو شوا ديال لي كولور خدمو بالديزاين اللي بغيتو. ومن بعد ملي كنديفينيو لو الكولور خصنا نديفينيو لو الفونت بوان فيرغول. اذا كنديرو فونت
فونت وايد هنا دو بوان نحاولو كنديرو له واحد لا فالور بو بولد يعني كيكون اون غرا. نجيو نتيستيو هاد الخدمه ديالنا دابا هنا. دونك هادي ما بانتش علاش؟ شنو هو المشكل؟ 100% انديكس ما درنالهاش انغوجيستري شتي لاحظتو خصنا ضروري انديكس. اذا ها هو كولور ديالنا سامارش بالنسبه لينا وها هما لي زيليمون ديالنا هنا. هادي انديكس نزيد ان اندكس هذه هي لاباج ديالنا. دونك ابري مزيان فاش تقدنا الهيدر ديالنا كنجيو للهيدر هوفر يعني فاش كنبغيو نقربوا السوري من شي ليا خصو يتبدلنا الكولور. اذا نديفينيو دائما كوبي كولي وغادي نديرو هنا ا يعني في الهيدر لي ا ديالهم الى دوزنا غير سوري عليهم اذا كنا كليكينا اولا ديجا خصو يموريزي هذاك لي كليك اللي درنا. دونك هوفر نجيو هنا نديرو كولور ونديفيني هنا واحد الكولور من مثلا فاش ندوزو السوري على الكتابة ديالنا ياخدنا شنو ياخدنا اللون هذا نشوف بوان فيرغول مزيان. دائما الفونت وايد كيبقى هو النيت. دونك حتى لهاد ليطاب هادي مزيان ناكتواليزيو وكنلاحظو بانه فعلا راه الكولور راه كيتبدل غير ما كيبانش مزيان بواحد الطريقه. شنو ناخذو مثلا هادو المهم نخليه كيما هو ماشي مشكل. اون كومونس لاباج ويب ديالنا خصنا هاد السيكسيون هادي اذا خصنا واحد الباك جراوند. اذا كنجيو كنديفينيو شو كيس. اذا هاد شو كيس كيف ما عندنا مكتوبه في في الاش تي ام ال ديالنا ضروري شو كيس كنديفينيو ليها حتى هي دي بروبريتي ديالها. شنو هو لو مينيموم ديال الهايت ديالها يعني اصغر قيمه في الهايت ديالها تكون 400 بيكسل من هايت دو بوان 400 بيكسل بوان فيرغول. ابري لو باك جراوند ديالها باك جراوند يو ار ال نديرو دو بوان يو ار ال. دونك هنا غادي نجيبوها من غادي نجيبوها من ليماج ديالنا ولكن هنا كاين الفرق. حنايا ستايل فين كاين عندنا في دوسي واحد اخر سميتو سي اس اس يعني خصنا نخرجو من دوسي سي اس اس غنقلبو على واحد دوسي سميتو ايماج غادي ندخلو ليه غادي ناخدو واحد الايماج نسميها مثلا انا باك بوان جي بي جي اي غنزيد لها هنايا واحد الخاصيه. هنا الشومان خصني ضروري ندير له هاد الطريقه هادي غادي نزيدو هنا واحد الخاصيه غادي نقول له نو دائما هادو بقاو حاولوا بقاو تزيدوها الا بغيتو ليماج ما تعاودش ليكم نو ري بيت عطيتها لا فالور 0 بوين فيرغول. غادي نتيليشارجي شي ايماج ونتيستيو هادشي هذا ورجلاتها. اذا ليماج ها هي تيليشارجيتها هنايا سميتها باك عندي هنايا باك مشيو كنأكتواليزيو لاباج ديالنا أكتواليزي. إذا ها هو الباك جراوند ديالنا. عجبتني هاد التصويرة هادي كيوت اختارو نتوما التصويرة اللي بغيتو. كيبقى خصنا نصاوبو هاد الكتابة اللي كاينة هنا. إذا نصغرو هادشي أو نكملو الكود ديالنا خصنا نصاوبو هاد الكتابات اللي كاينين هنايا. غادي نجيو لاباج ديالنا دونك شوكيز. دائما في الشوكيز شنو غادي نديفينيو فيها غادي ندور لهادشي هذا كوبي او اولا قبل ما نديرو غادي ندير واحد تكست يعني الكتابه اللي كتكون هنايا
دائما غادي تكست اليني تكست الينيومون غادي تكون دائما سونتري بوين فيرغول اي الكولور ديال هذيك الكتابه غادي ندير ليها دياز اف 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 بوان بوان فيرغول كيبقى لي هنايا شوكيز ديال اش ديال الاش ان حيت مديفيني فيها انا واحد الاش ان ولكن خصني ضروري نديكلاريها كيفاش غادا تكون هاد الاش ان هذا هاد الاش ان هذا غادي يكون عنده كوم مارجين توب ايغال ندير تقريبا 100 بيكسل بوين فيرغول اي كوم فونت سايز فونت سايز نعطيو مثلا واحد 55 بيكسل شوفوا لي فالور اللي بغيتو نتوما تعطيوهم ليهم اش ما تكتباتش مزيان لاحظوا اش ما تكتباتش مزيان حيت عندي هنايا ايغور بروغراماسيون راه نوض الوقت باش تبقاو تقلبوا على ليغور فينا هو عندي هنا مارجين بوطون اذا لا مارج بوطون ديال هاد اش 1 شحال غيكون بعيد على الكادر ديال هاد السيكسيون كامله ندير له مثلا واحد 13 بيكسل او بعيد على ليليمون اللي تابعو 13 بيكسل دونك هنا كنجي كنأكتواليزي دونك شنو باقي لي باقي لي البي باقي لي شوكيز خصني لي باراغراف اللي فيها هاد لي باراغراف اللي فيها يعني هاد الكتابه هادي اللي هي نورمال خصها تكون هادي هاد الباراغراف اللي هنا نعطيها مثلا كوم فونت اوتوماتيكمون الكتابه راح تجي سونتر حيت مديفينيه هنايا ومديفينيه حتى هنا لالينيومون سونتر الينيومون سونتر هنا وهنا مديفيني الاش 1 دونك بار ديفو لي في باراغراف غياخد شنو غياخد لي ستايل ديال الفونت اللي كاينين هنايا حيت ما دخلش في الاش 1 اذا الباراغراف غنجي ندير لها كوم فونت سايز نورمالمون خصها تكون صغيره ندير لها مثلا واحد 20 بيكسل كان اكتواليزيو ونشوفو دونك هذه هي هذا هو لو سيت ديالنا هو غادي مزيان بالنسبه لهاد الكتابه هذيك خصني اما نختار شي كتابه شويه صغيره باش ما تجيش كبيره بزاف او نحاول نصغر لاطاي ديالها ليماج ما بانتش شويه هاد الكتابه ما بانتش خصها تكون ليماج شويه مغلوقه ياك دونك ماشي مشكل نعاودو نتيليشارجيو ديك الساعه شي ايماج تيليشارجيوها وبدلو ليماج اون كومونس دابا ندوزو للنيوز ليتر اذا النيوز ليتر نحيدو هادشي اللي هنايا ونكتبو النيوز ليتر ديالنا نيوز ليتر اي نبداو نبروغ النيوز ليتر ها هي كتبتها باش بلا ما نضيعو شويه الوقت في الكتابه النيوز ليتر عطيتها كوم بادينغ 15 بيكسل يعني حنا فهمنا البادينغ شنو هو يعني العناصر اللي فيها شحال غيكونوا بعاد عليها يعني من لو هوم من لو با من لو دروات من لا غوش الكولور ديالها يكون في البيض الباك جراوند عطيناها نفس هذا الباك جراوند هذا غنجيو نديرو اكتواليزي اي ها هو الباك جراوند ديالنا حتى هنايا تبدل غادي نرجعو اذا شنو باقي لنا باقي لنا خصنا هادشي اللي هنايا نجيبوه لهنا ونبدلو لو ديزاين طبيعه الحال ديال البوطون ديال هاد الشيء اللي كاين هنا ونزيدو نموديفي شويه في هاد السبسكرايب دونك اوتوماتيكمون غادي نجي نديرو كوبي نيوز ليتر وغادي نقولو فيها بانه الاش ان ديالها كيفاش غادي يكون مكتوب لي تكست اللي فيهم اش 1 غادي يكونوا غير في كوم فلوت غادي نعطيهم كنظن فهمنا هاد القضيه ديال الفلوت البروجي مزيان كيعاون باننا نفهموا بزاف ديال الحوايج سي بون مزيان اونجستري اكتواليزي حتى لهنا مزيان اذا بقات لنا هادي خصنا نخدموا عليها غادي نجيو غادي نديرو نيوز ليتر دائما مالها النيوز ليتر اعطيني الفورم اللي وسط منها الفورم قلنا هي هذاك الفورميلير كنبداوها فورم كتسدوها فورم اذا هادشي اللي في وسط الفورم كامل شنو خصو يكون عنده اول الفلو ديالو خصو يكون رايت بهاد الميثود اي لا مارج ديالو مارجين
توب هي عندي مكتوبة هنا مارجين توب، نعطيهم مثلا نعطيها واحد 15 بيكسل بوان فيرغول. اذا شنو بقى لي؟ بقى لي نخدم دابا نجي هنا ناكتواليزي سي بون مزيان، بقى لي خصني نخدم على لا طاي ديالها، على لا طاي ديالها وعلى على لافيشاج. اذا غنجي ندير نيوزليتر هاد لا لا هاد لا سيكسيون او لا هاد لو ديف اللي هي نيوزليتر، غنخدم على الانبوت ديالها. يعني اون فوا كندخل مثلا شي انبوت شنو خصو يكون هنا انبوت. قبل ما نخدمو على هاد الانبوت غادي نرجعو نقادو هاد البوطون هذا الفوق، بعدا نرجعو شويه الفوق ونديفينيو هنايا واحد كيف ما كتبناه هنا في النيوزليتر. ها هو بوطون غادي نجيو السي اس اس ديالنا ونفتحو اي شنو سمينا، عطيناه لو نو، عيطنا له كلاس. اذا خصنا نزيدو له البوان، اذا نعطيلو الهايد الهايد دو بوان، نعطيوه مثلا حد دونك حتى نكمل نبدلو شويه طريقه الخدمه. خصنا الهايد وخصنا الباك جراوند وخصنا باك جراوند وخصنا البوردر وخصنا بادينغ شنو لو تيب ديالها بادينغ ليفت. هذا الشعب ممارسه غادي خصنا هنايا البادينغ رايت اي خصنا واحد الكولور كولور ديال هذيك الكتابه اللي مكتوبه وسط منه. نمشي نكوبيو هاد دو بوين كولي 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 اي كولي، صرا خصني ندير كوب دو بوين بوين فيرغول عاد نكوبيها وبقى نكتب وسط منهم. دونك الهايد مثلا نعطيهم واحد 38 بيكسل بوين فيرغول. الباك جراوند نخدموها بنفس اللون نفس الاورانج اللي كنخدمو به. اذا نجيو في هذاك البوطون هنا هذا، واخا خديتو شويه انا فونسي سمحوا لي هنا باك جراوند بهاد الميثود هادي بوين فيرغول، دائما نساليو بوين فيرغول. ابخي كيجيني خصني دابا البوردور نعطيها زيرو، هاد ما يكونش عنده البوردور، راه نورمالمون كي كان واحد البوردور عي ما كيبانش. البادينغ ليفت غيكون بعيد ب 20 بيكسل، الكتابة تكون بعيدة ب 20 بيكسل، وغتكون هنايا عاوتاني ب سوا في الليفت سوا في الرايت 20 بيكسل. اي ابخي الكولور غيكون فيه دائما نحافظو على اللون الابيض ديالنا في الكتابة. بوان فيريكول كنجيو هنا كنأكتواليزيو اي كيطلع لنا البوطون ديالنا سي بون سا مارش. دونك اون كومونس. قبل كنا وقفنا في النيوزليتر ان انبوت. اذا هاد انبوت هادي يعني كيقولوا بانه اي حاجه قابله باننا ندخلوا فيها شي فالور، تشيك بوكس، زون دو تكست، تكست اريا، اي حاجه غير قلبوا عليهم راهما سامبل. وكاين تقريبا واحد الانواع اللي هما معروفين غادي تعقلوا عليهم دغيا. اذا انبوت نشوف هنا واش عندنا انبوت مزيان دياز لو تيب ديالها هي ايغال ايميل، خصني تكون كيف ما كتبتها. اذا غادي نجيو هنا نحيدو هادشي هذا، نحيدو هادشي ونبداو بادين رجع ستار وخصنا نديفينيو الهايد، رجع ستار وخصنا نديفينيو الوايد. اذا هنا كوبي هاد دو بوين هنا ونعطيها في بوين فيرغول كونترول سي كونترول في اي كونترول في. كنجي هنا كنكتبو لي فالور، هنا عندنا 4 ديال بيكسل والهايد الهايد نعطيوها واحد 25 بيكسل باش تجينا قد البوطون باش يجيو قد بعضياتهم. اي الوايد يعني الوسع ديالها نعطيوها العرض ديالها نعطيو واحد 5250
بيكسل كنجيو كان اكتواليزيو سي بون، هذه هي الفورمولير ديالنا بيرفكت. كملوا الاخوان الكود ديالنا في اطار اننا نسربي شويه واحد الفيديو طوال بزاف. بقاو لنا كان المشكل ديال هاد لي بوكس، اذا كيفاش قديناهم؟ حنا كنا وقفنا هنا اخر في النيوزليتر اخر حاجه، جينا لهاد البوكس قلنا لهاد البوكس هذه كامله غيكون عندها واحد المارش توب 20 بيكسل، يعني هنايا راه عندنا 20 بيكسل ديال البعد ديالها على لي ليمون اللي فوق منها. ولكن قلنا عاوتاني البوكس اللي فيها البوكسز كامله، شاك بوكس فيها الفلوت غادي تكون في الفلوت ليفت، تكست الينيومون سونتر يعني الكتابه اللي غتكتب فيها، الوايد 30%، الوايد 30%. علاش جينا مثلا هنا كنلقاهم بانهم مقسومين بالتساوي، علاش درنا لهم 30%؟ حيت 30 و 30 و 30 كتعطينا 90%، اذا بقات لنا 10 بيكسل. شنو غتكون 10 بيكسل؟ هي البانينغ، هي البعد ديال هاد الصوره وديال هاد لي زيماج على 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 المحيط ديال هاد البوكس الوحده. شحال بعيده عليهم؟ بعيده عليهم ب 10 بيكسل. الا حسبناها هي هذيك نورمالمون 10 بيكسل هي هذه هنا. دونك هذا هو اللي كاين. بقاو لي بقى ليماج 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 بوكس ايماج. اذا لي بوكس في كل باليز فيها ديال الايماج كنعطيوها 90 بيكسل، وليماج اوتوماتيكمون كتاخد الكادر اللي كاين اللي كيحيط بها، واخا لي زيماج كبار ولكن خداو الديزاين ديالهم اللي كيجي معاهم كومباتيبل. بقى دابا نديفينيو الفوتر ديالنا، يعني هاد الكتابه هادي خصها تجينا بالاورانج بحال اللي كاين في هاد ليماج هادي. اذا كنمشيو ل HTML ديالنا كنديفينيو هنا فوتر، نفتحوا لا كولاد نعاودو نسدوها ونجيو نخدمو. اذا شنو؟ اولا غيكون عندنا البادينغ، غيكون عندنا البادينغ. اذا شنو هو البادينغ؟ هو الكتابه شحال غتكون بعيده على هاد الفوتر اللي هي فودر. اذا نديرو بادينغ اونتري المارجين توب، يعني الفوتر اصلا شحال غيكون بعيد على ليليمون اللي فوق منه، واش غيكون شي اسباس ولا لا. هنا غنديرو مارجين توب دو بوان، اي عندنا كولور، اي عندنا باك جراوند كولور دو بوان. اذا البادينغ نعطيوها لا فالور هنايا 20 بيكسل بوان فيرغول، لا مارج توب حتى هي 20 بيكسل، اي كولور الكولور الكتابه تكون عندنا بالبيض بوان فيرغول. كيبقى لنا الباك جراوند كولور، الباك جراوند كولور نستعملو الاورانج، نستعملو الاورانج ديك اللي كنا كنخدمو به هنايا في البوطون، ولي عندنا ديك السطر اللي الفوق فينا هو بوطون ها. اذا نجي هنايا نديرو كونترول في بوان فيرغول، ناكتواليزيو لاباج ديالنا، شوفوا هادشي هذا كيفاش كيبان. اذا الكتابه خاصها تجينا دابا تكست الينيومون، خصنا نديروه سونتر، تكست الينيومون دو بوان سونتر، خصنا نلعبو شويه على الفونت واي ايغال دو بوان بولد بوان فيرغول اي اكتواليزيو. دونك سا مارش لو سيت ديالنا، دونك هو هذا سي بيان. بقاو لنا هاد لي ليان هادو، اذا هادو سون دي باج ويب، حتى هادو دي باج ويب. اذا خصنا نكريوهم، غنمشيو للدوسي ديالنا هنا ويب، غادي نجيو نديرو كونترول سي كونترول في كونترول في، غادي نسميو وحده درناها مينيسكول اباوت بوان اش تي ام ال، نورمال هي اوتوماتيكمون بوان اش تي ام ال. وهذه بالضبط شنو كنا سميناها هنايا؟ سميناها وحده اباوت حدا سيرفيس، سيرفيس بوان اش تي ام ال كونترول في سي بون.
اذا نجيو غادي ناكتواليزو ونشوفو واش غادي يمشي لنا الاب اوت، كيمشي الاب اوت وكيمشي السيرفيس، كنقدروا نديبلاصاو فيهم كاملين بيهم. دونك اذا في هاد اب اوت غادي نجيو غادي نمسحو هادشي هذا كامل، غادي نخليو غير نمسحو هادي هاد السيكسيون هادي وهاد السيكسيون هادي. غادي نمشيو نفتحو اب اوت ب ليديتور ديالنا انجليزيها هنا. دونك كنجيو كنبداو نمسحو هنا. سي بون هادشي كيبقى هو شوكايز، هادشي كامل غادي يمشي. النيوزليتر غادي تبقى، السيكسيون ديال بوكسس غادي تمشي كامله. كونترول اس ونجيو نمشيو الاباوت اكتواليزي. اذا هادشي اللي خصنا حنايا، عاد غادي نديرو الكونتوني ديالها اللي غيكون فيها اباوت. بطبيعة الحال باقي خصني نزيد عليها شوية ديال لي ديزاين. كتبت الكود وعاد نوري لكم نشرحو باش ما نطولوش بزاف. لاحظوا هنا اباوت واحد لو تكست كبير، اي ديسكريبسيون، ابخي واحد لو تيتر اي ديسكريبسيون. غنجيو نشرحو هادشي هذا شنو هو. اذا اخر مين، اخر مين عندنا هنا هي ديال نيوزليتر، ها هي مسدوده هنا سي بون. اذا كندوزو دابا لواحد السيكسيون وحده اخرى، سيكسيون وحده اخرى اللي هي ديال المين. كنلاحظوا كتسد هنا، اشنو فيها؟ فيها ديف. هاد ديف هادي شنو كتجمع؟ كتجمع اي دي ارتيكل اللي هي عندها كوم تيتر كبير اباوت اس، ها هي، وعندها كومبي هاد لا ديسكريبسيون هادي هي اللي هنايا، وعندها كوم اسايد، عندها سيد بار، ها هي، وعندها كوم تيتر كبير اش 3 ها هي، و باراغراف سي بون. هاد لي زيليمون هادو غندوزو غادي نابليكو عليهم سي اس اس. اذا نبداو بهاد السيد بار، نحاولو نجيبوها هنايا كوم باراغراف، نحاولو نزيدو فيها شويه ديال الكتابه. كونترول سي اي اش تي ام ال ديالنا، نجيو هنا ونديرو فين نو في اباوت، هنا نديرو كونترول زي باش تجي كبيرة شي شوية. دونك حتى لهنا مزيان. إذا غادي نمشيو دابا غادي نموديفيو فيها في سي اس اس. نرجعو هنا للسي اس اس ديالنا، نبداو نخدمو. إذا عندنا هنايا نديفينيو هنا واحد سيد بار، بعدا بحال اللي قلنا هاد الكتابة هادي كاملة خصنا نجيبوها بحال اللي مربعة هنايا بحال اللي في الكوان. اذا غادي نبداو سيد اسيد، حيت هي في وسط اسيد هاد سيد بار دياز سيد سيد. دونك هنا كتبنا او كنظن بي ا اخ اي، نفتحو لي زاكولات. دونك غتكون فلوت، عندها الفلوت، اي عندها الوايد، اي عندها لا مارج طوب. اذا الفلوت دو بوين، دو بوين بوين فيرغول، كونترول سي. اذا الفلوت غتكون عندنا في ديفيني في رايت، الوايد تكون 30%، اي لا مارج توب نعطيوها مثلا واحد 10 بيكسل. اذا حتى لهنا نجيو نتيستيو لاباج ديالنا سي بون. دونك هذا هي الترافاي اللي خصنا. اون باس ندوزو للسيد بار ديال المين ديال نورمالمون دابا ديال الارتيكل كول، وغادي نديفينيو له حتى هو ستايل ديالو. اذا نبداو من هنا، عندنا ارتي لاباليز ارتيكل، شنو عندها كوم كلاس، كنا ديفيني فين درنا ماين. حاولوا هاد لي نون ديال لي كلاس تكتبوهم تبقاو تعقلوا عليهم وتخدموا بهم بلا ما تبقاو كل مره كوبي كولي. دونك عندنا الفلوت، نحاولوا نكوبيو هادشي هذا باش نسربيو. شنو عندنا الفلوت نقدروا نديرو الوايد سي بون. اذا الفلوت غادي تكون ليفت، الوايد نعطيوها مثلا واحد 65%. اذا تيستيو لاباج ديالنا
دونك بهاد الميثود تقريبا. اي نورمالمون دابا نرجع لواحد النقطة هنايا، مثلا في اباوت كورون باج خصها تكون هادي. اذا في لاباج ديال اباوت خصنا نجيو لهنا، نطلعو لفوق ونحيدو، نحيدو ال اي نورمالمون خصنا نديفينيو هنايا واحد كورون باج. فاش نكونو في اندكس كيكون كورون باج هو اندكس، وفاش كيكون في كنكونو في في الاباوت كي خصو يكون كورون باج خصو يكون هنايا. اذا قلنا حنايا في الاندكس دابا غادي نجيو نكوبيو هنا كورون، وفي اباوت اباوت اللي غادي تكون فيها كورون كونترول اس كونترول اس، ونجيو نتيستيو هادشي. اذا في اباوت كنلاحظوا الكتابه راه مبدله شويه بهاد الكولور هذا، في اندكس كذلك الكتابه مبدله، يعني لاباج اللي حنا فيها. الترافاي افير دابا وهي هاد البارتي هادي خصنا نديروها باللون شويه يكون مغلوق بالرمادي تقريبا. اذا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نديفينيو اولا واحد الكلاس نسميوها دارك. غادي نجيو السي اس اس ديالنا وغادي نطلعو مثلا هنا الفوق وغادي نديفينيو ان بوان دارك. عاد غادي نديرو لها لابيل في الاتش تي ام ال، ولكن شوفوا غير كيفاش غادي نابليكيوها. اذا عندنا هنايا بادين بادينغ مثلا نقدروا نعطيوها سو شحال نعطيوها مثلا 15 بيكسل وان فيرغول. اي عندنا باك جراوند غادي نعطيوها شي كولور اللي شويه يكون مغلوق، ولكن الكتابه غادي تكون فيها بالابيض. اذا غادي نجيو لهنا وناخذ واحد الكولور اللي شويه قريب هادوك لي كولور اللي كنخدمو بيهم حنا. ناخدو مثلا هذا كنترول سي ونجيو ماكرهتش ناخدو تقريبا قريب الرمادي هذا. نجيو هنا في الباك جراوند نديرو لو كنترول في اي بوان فيرغول. بالنسبه للكولور ديال الكتابه ديال لي تيكست غادي تكون عندنا اف 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 اف، تجي سهله شويه هاد اف اف هادي. دونك من بعد دارك كيبقى لنا دابا نتيستيو. دونك عندنا البادينغ الباك جراوند اي الكولور، نديرو كونترول اس نديفينيو ليها واحد لا مارج، واحد لا مارج توب نعطيوها مثلا 10 بيكسل، وواحد المارج بوطون نعطيوها حتى هي 10 بيكسل دي بيكسل اي مارج بوطون مارج بوطون نعطيوها حتى هي 10 بيكسل. ولكن هذه ما تخدمناش دابا حيت باقي خصنا نديرو لها لابيل فين في اباوت. اباوت غنخدمو بها قلنا حنا هنا في هاد الارتيكل في اسايد. هنا في اسايد غادي نزيدو واحد نزيدو واحد لو ديف نعطيوها كوم كلاس ايغال كنترول في اي سدو هادشي هدا اسايد. اذا خصها تسدنا هنايا لو ديف ديان. نجيو ناكتواليزيو نشوفو هادشي هدا. دونك سا مارش مزيان، بقاو تلعبو نتوما في لي كولور حتى تلقاو الكولور اللي هو مناسب. كنلاحظو حتى لالينيومون ديال لي تيكست كيفاش غاديين. علاش؟ حيت هاديك 80 في الوايد اللي كنا شرحنا قبيله هي اللي خدمتنا هاد الخدمه هادي مزيان. ابري دونك هادشي اللي كاين دابا عندنا في اباوت. الا بغينا مثلا هاد واحد شي بارتي من هاد الباراغراف نزيد تكون اون بهاد الكولور هذا دارك، نجيو نابليكيو عليها الكلاس دارك. فين غنمشيو؟ غادي نمشيو لهاد بي مثلا غنفرقو نديرو مثلا هنا بي واحد الباراغراف هادي اوتر باراغراف، وهنا نسدو ديك بي الاولى
دونك الاخرى اوتوماتيك مورا عندنا مسدوده هذه. نجيو هنا نديرو كلاس اكتواليزيو. اذا هاد الباراغراف مثلا خصنا تجينا بهذا اللون هذا مغلوق، ها حنا خدمناه. باش نتنقلوا شويه في هاد لي كولور هادو، من الاحسن نديرو شي كولور اللي هو باين مثلا اورانج او لا او الغوش. اذا كتبقى لنا دابا لا باج سيرفيس اللي غادي نخليكم نتوما اللي تخدموها. دونك هذا هو البروجي ديالنا، تقريبا غتكون فيه شي ساعه وقسمين. نتمنى بانكم تكونوا استفدتوا، وبقات لكم لا باج سيرفيس حاولوا تبدعوا فيها وتقلبوا في الانترنت شنو كيكون بالضبط في هاد السيرفيس هادو. مثلا شنو كدير هاد الشركات السوسيتي ديالنا، لي سيرفيس اللي كدير، لي مثلا كونتاكت از، ديروا لي زيمايل، ماري ديال التليفون، حاولوا تخدموا هاد لاباج هادي. ودائما ما تنساوش هاد المجهود اللي درنا، تابوناو في لاشين اي بارطاجيو، والملاحظات ديالكم ولي غومارك ديالكم حنا كنتسناهم. شكرا لكم.